السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في شهوات السباعي. غادي نقترح عليكم هاد الاكله اللي كنسميوها التريد. تابعوا معايا الفيديو د اليوم حتى الاخر. تحضير التريد ديال الحاجوزه السنه الامازيغيه كنحضروا بطريقتي، فيه الفواكه الجافه، فيه القرقاع واللوز والزبيب والكرموس والتمر كما كتشوفوا. وتابعوا معايا طريقتي. هاد الاكله شنو غادي نحتاج ليها؟ غادي نحتاج ليها الحمام، وكنحتاج كذلك البصله مشنفه، ونحتاج ليها الزيت بلديه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، السمن، العدس، شويه الملحه، العطريه، بسيبيسه، والهيل، والكبابة، وعويدات القرفة، الزعفران الحر، البيض بلدي. هنايا كاين اللوز، كاين الزبيب البلدي، الشريحة، التمر، القرقاع. هادو باش غادي نزينها في الاخر. فاش غادي نبغي نحطها في طبق التقديم، غادي نزينها بهاد الفواكه الجافة. كما كنهضروا على هاد الاكله هادي، كنديروها في مناسبه السنه الامازيغيه، كيقولوا لها الناس عامه الناير، هاكوزه. كاين اللي كيحضرها بالكسكسو، كاين اللي كيحضرها بالتريد، كل واحد وكيفاش كيحضرها. غادي نحتاج لهاد التريد باش غادي نخبزو طحين فرص، الفرص الحرش. غادي نبدا على بركه الله نصب الحمام، سكينجبير معلقه صغيره عامره، هذا الخرقوم حيت غادي ندير الزعفران الحر حتى هو كيعطي اللون، البزار، بسيبيسه، والهيل معلقه صغيره عامره، والكبابه. عويدات القرفة، دابا السمن، الملح على القياس، والزعفران هو درتو شوية طلق في الماء السخون. دابا غادي ندير هنا شوية ديال الماء باش نخلط هاد العطرية، وغادي نديرها في الحمام ونخليه شويه حتى يشرب، وعاد غادي نشعل عليه يطيب. هما الحمامات كما كتشوفوا فيهم اللي شرملتهم، شربوا لي قامه ديالهم. دابا غادي نزيد فيهم الزيت، ندير غير زيت بلديه. صافي غادي نشعل عليهم، والعدس غادي نديرو يتسلق السلقه باش غادي نزيدو ليهم. دابا ها العجينه غادي نعجنها، ندير لها شويه ديال الملحه كما كتشوفوا، شويه تاع الزيت قياس معلقه كبيره. صافي غادي نعجنها الطريقه ديال الملاوي، تكون مدلوكه مزيان، وحتى نبغي نخبزها وغادي تشوفوا الطريقه ديالي. ها هي العجينه ملي كملتها ودرتها كويرات ارتاحوا، درت زيت بلديه ورميه مخلطه باش غادي نخبزهم. كتكون على هذا الشكل، هذا راه ماشي قاسحه بزاف، ماشي جاريه. انا غادي نبدا نخبز ونرمي المقله يطيبوا. الطريقه ديال التريد مختلفه، كاين اللي كيديروا ملاوي، كاين اللي كيديروا بالتراده، يعني كنديروا على هذه الطريقه هذه، كيجي مزيان ومسهل، ماشي واعر، ماشي صعيب زعما باش تحضروا السيده، تيكون ماشي فيه شي حكمه صعيبه ولا. شويه كنديروا ليه الزيت شويه باش كيجي رطب.
كنبقاو هكايا يمكن لك ديري 10 ولا 12 ولا على حساب. ما يمكنش ديري غير وحده ولا جوج، ولا كديري وحده فوق وحده باش كيجي في الطياب رطب. هو دابا الحمام اللي تقلى شويه في هذه المريقه ديالو، دابا غادي نرمي ليه العدس ونرمي ليه البصله. هاد العدس راه غليته شويه في الماء، انا غادي نزيد ليه شويه ديال الماء صافي، وغادي نغطي عليه يطيب. اول الخبيز ها هو كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رقيق. دابا غادي نبدا نقطعو باش نوجدو على ما طيب المرقه. كنقطعو انا غير بيدي، ما كنديرش ليه المقص، كنقطعو غير هكا طريفات صغار. ويلا كنا صوبناه وبرد وبغينا نسقيوه ديك المرقه، كنردوه يتبخر في البرمه والكسكاس نتاع الكسكسو باش يسخن مزيان، باش ملي كنرميو عليه المرقه كيشربها. الا كان هكا بارد ونسقيوه واخا تكون المرقه سخونه ما كيشربهاش كما الا كان سخون. هذا كما قلت لكم التريد، ولكن على حسب المناطق، كاين اللي تيقول ليه التريد وكاين اللي تيقول ليه المضغوصه وكاين اللي تيقول ليه الرفيسه، وكل واحد على حسب المنطقه فين كاين. انا كنقولوا ليه حنا التريد، ودرسوه على حساب هاد الناير حاجوزه سبع خضاري. لكن انا كما شفتوا وريت لكم داك اللوز والقرقاع والطمار والشريحه والزبيب البلدي كنديروه فيها. هي هذيك كمال السبعه مع العدس مع البيض، البيض راه غادي نسلقو وحتى لطبق التقديم، وغادي نحطو من الفوق وغادي نزوق بهذيك دوك الفواكه الجافه اللي كنت سبق لي وريت لكم. ها هو التريد كما كتشوفوا في طبق التقديم، دايره فيه الفواكه الجافه، دايره فيه اللوز والقرقاع والزبيب والتمر والشريحه. هادو درتهم في واحد كاسرونه وزدت عليهم شويه المرقه ديال الحمام اللي كنت نصبه، درتهم شويه واحد 5 دقائق وطفيت عليهم. هما هادو اللي كتشوفوا دابا بهذه الطريقه. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هاد التريد تعجبكم، واللي عجبو الطبق يدير جيم، واللي عاد اكتشف القناة كما القاعدة يدير اشتراك ويفعل الجرس. راه باقي الجديد ان شاء الله، وبالصحة والراحة.